التشكيك من الداخل والتشكيك من الخارج والتشكيك حتى من مثقفين مصريين وعرب. إذا احنا بنكلم أجيال جديدة وشابة الآن، يعني نريد أن نربط على قلوبها عشان ما يتعرضوش لحملات التشكيك اللي شغالة دلوقتي. القدس عربية، ترامب بيقول هذه مدينة يهودية طوال التاريخ، وإن هو يعني أول ما عرف قال دي مدينة يهودية. دلوقتي في ناس أيضا مثقفين عرب في الحقيقة بيقول لك أيوة، طب ما هم كانوا مدينة وفي ليهم هيكل وكانت المكان بتاعهم والكنعانيين جم طردوهم، لكن هي أصل المدينة. إيه الوثائق التاريخية اللي تثبت عروبة هذه المدينة المقدسة؟ طبعا وثائق كثيرة جدا، وأهمها النقود اللي تعتبر شارة من شارات الحكم خلال العصر الإسلامي، لأن أي حاكم عندما كان يتولى الحكم لكي يصبح حكم شرعي وقانوني لابد أن يقوم بعمل ثلاث أمور أساسية. الأمر الأول يأمر بنقش اسمه على النقود. الأمر الثاني الدعاء له في خطبة الجمعة. الأمر الثالث أو الشارة الثالثة هو تسجيل اسمه على شريط النسيج أو الطراز. فعندنا مجموعة وثائق اللي هي المسكوكات اللي هي النقود تؤكد أن القدس عربية. وقبل الحديث عن القدس يجب الإشارة لأن فعلا القدس عربية قبل 3000 سنة قبل الميلاد. قبل الميلاد لأن كان اللي أسسها الملك ملكي صادق، ده أحد ملوك الدولة اليبوسية، وده بطن من بطون العرب اللي حكم اللي هو شيد القدس 3000 سنة قبل الميلاد. الدولة اليابوسية، ودي كانت مملكة عربية؟ ما هي كانت القدس كانت اسمها مدينة يابوس نسبة لليابوسيين اللي هم الحاكمين والذين أنشأوا القدس. وطبعا حدث مجموعة من التطورات عليها، وفي سنة 1479 قبل الميلاد طبعا في عهد تحتمس الثالث يعني أصبحت جزء أو استولت عليها مصر، خضعت لمصر. معايا حضرتك؟ وفي عهد رمسيس الثالث بس ما كانتش بتسمى لسه انها القدس، يعني مدينة يابوس. انت قلت مدينة يابوس يعني من 3000 سنة قبل الميلاد. الدولة اليابوسية وهي دولة من بطن العرب كانت تسيطر على القدس، وهي اللي بنتها وهي ده شهدتها. قبل نزول أثر إسرائيل اليهودية. الهيكل، تقصد الهيكل حضرتك، الهيكل اتبنى بتاع سليمان في عهد ثالث حكام الدولة اليهودية اللي أسسها يهوذا سنة 1049، وجه بعديه طبعا حرق المدينة وضم وقتل 10,000 من السكان، وجه بعديه الملك داوود وغير الاسم من يابوس او اورشليم اللي هي الكنعانية اللي هي مدينة السلام الى اورشليم او غيره او غيره. جه الثالث الحكام اللي هو سيدنا سليمان اللي هو أنشأ الهيكل الذي نسب إليه سنة 1007 قبل الميلاد 1007. جه بعد كده نبوخذ نصر أحد حكام الدولة البابلية، هد الهيكل تماما وحرق القدس وطرد اليهود منه. في سنة 18 ميلادية جه الإمبراطور هيرودوس رمم الهيكل، ولكن الإمبراطور اللي بعديه تايتوس حرق الهيكل تاني وقضى على اليهود في القدس، لحد ما جه الإمبراطور الروماني هادريان سنة 130 ميلادية اسمه أدريانوس أو أدريان أو هادريان. الراجل ده حكم من 117 ل 138 ميلادية. في سنة 130 حارت مدينة القدس كاملة بما فيها الهيكل ولما تبقى منها شيء، وبنى فوقها مدينة جديدة سماها إيليا نسبة للأسرة الحاكمة إيليا كابوتولينو الأسرة بتاعته، وإيليا باليونانية بمعناها الشمس، فظل هذا الاسم. طبعا حرقت معناها ما فيش بقايا هيكل، وبنى فوقها مدينة جديدة خالص. هي بقى مدينة إيليا دي اللي ظل يطلق عليها هذا الاسم لحد ما جه فتحها القائد العربي أبو عبيدة عامر بن الجراح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب سنة 15 هجرية. كان اسمها إيليا ساعتها. إيليا ما كانتش اسمها القدس. لا ما كانش اسمها القدس لسه. فلحد ما لما 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 فتحها القائد أبو عبيدة بن الجراح، فالبطريرك سفرونيوس بتاع القدس رفض أن يسلم المدينة لهذا القائد العسكري، واشترط لتسليمها حضور الخليفة عمر بن الخطاب بنفسه، لازم يجي. فطبعا الخليفة عمر بن الخطاب جاب أحد التابعين
وجايبين لها مؤاخذة دابة وراكبينها. ولما وصل الخليفة عمر بن الخطاب إلى القدس كان هو ملابسه طبعا كانت مقطعة ومتبهدلة، وكان هو التابع معاه اللي كان معاه راكب هو الخليفة عمر بنفسه بيسحب له الدابة. فلما رآه البطريرك سفنوس قال هذا هو الرجل الذي لدينا مواصفاته، فسلم له القدس. وعندما حان وقت الصلاة كان في كنيسة القيامة، فعرض على الخليفة عمر أن يصلي فرفض حتى لا تكون عادة عند المسلمين. معلش يا دكتور، اتفضل. عايز أقول لحضرتك حاجة، وعايز برضو الدكتور عفيف يبقى معانا في دي، اتفضل. لأنه هنا جوهر، معلش يعني إيه اللي قدنا ليه الدكتور رأفت، هو جوهر ما يستند إليه بعض المثقفين العرب في إن هم بيقولوا يا جماعة ده ما كانتش في حاجة اسمها القدس، إن كانت المدينة اسمها إيليا. فإذا كانت المدينة اسمها إيليا وفتحت 72 هجريا، مش حضرتك لا 15 هجريا، 15 هجريا، يعني 15 هجريا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي من 3 سنين مثلا ولا حاجة. فاحنا بنتكلم على إنه في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن المدينة تعرف باسم القدس.